المقروطة الفلسطينية على أصولها. العجينة رح تكون هشة وطرية وبتجنن، وحشوة التمر وحتى طريقة تشكيلها خرافية، ما في أصلا بعض الوصفات اللي كانوا يعملوها أمهاتنا وجداتنا. بالبداية رح أخذ كيلو من طحين ساسي، رح أضيف عليهم كوبايتين ونص من زيت الزيتون. تقدروا تخلطوا زبدة مع زيت الزيتون أو زيت عادي مع زيت الزيتون، ضروري تبسوها كتير منيح ليتغلغل كل الزيت بالطحين. بعد هيك بضيف نص كوب من السكر، ربع كوب من السمسم المحمص، ربع كوب من حبة البركة، معلقة صغيرة من المحلب، معلقة صغيرة من المستكة، ومعلقة كبيرة من بهارات الكعك. رح أخذ كوبين من الحليب الدافي، معلقة صغيرة من الخميرة، وأعجن فيهم العجينة. ممكن العجينة تحتاج شوية حليب أكتر أو شوي أقل، اعملوهم بالتدريج وعجنوها كتير منيح ليبطل فيها شقوق مثل هيك بالضبط. العجوة رح نحتاج كيلو من العجوة، معلقة كبيرة من القرفة، معلقة كبيرة من الهيل، رشة من جوزة الطيب، ومعلقتين من الزبدة. عجنتهم كتير منيح، فردتهم بورق الزبدة. أول إشي فردت العجينة كتير كتير رقيقة، بعدين حطيت عليها طبقة التمر الكتير كتير رقيقة، بعدين أخذت معلقتين، شكلتها طبعا أكيد على شكل رول، وقصيتها بس عشان تكون مليانة سمسم، حطيت سمسم مع حليب ودهنت وجهها على الفرن لحتى تستوي.